شو رأيك اليوم بالمهرجانات اللي بدها تصير بلبنان بظل الموضوع اللي عم بيصير اليوم بجنوب؟ مثل ما سبق وقلت قبل انه الحياة بدها تستمر بمرة وبحلوة وبالحلو وبالمر، واوعى تفكر للحظة انه اذا واحد مبتسم يعني قلبه مش حاسس في غصة، يعني اوعى حدا يفكر انه بالاخر الحياة بدها تستمر حتى لو بمشاكلنا وبضغوطاتنا اذا بدك الستريس اللي عايشينه كل يوم، لسبب واحد انه نعطي امل للجيل اللي عم يحضرنا انه ما يهرب من هالبلد، ما يستسلم وييأس من هالبلد. وياما في ناس عم من كتر الاستسلام واليأس عم تروح للانتحار، يعني نحن بحاجة انه نعمل اذا بدك بالانس يعني اكليبر. حنشوفك شي بمهرجان صيفي اليوم هيدا الصيفي ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا، يعني ان شاء الله يكون في حفلات بغض النظر اذا انا موجودة او لا، حفلات يعني تنسينا كل شي مشاكل عم بتصير بلبنان ويرجع السواح اكتر واكتر على لبنان، لانه هيدا البلد قائم على السواح وعلى محبة السواح، بس يرجعوا ويملوا هالبلد. شكرا كثير كثير لك. ثانك يو.